ما فيش مصالحة لا تعرف الدول التصالح مع المجرمين. المجرم ده كان سياسي أو جنائي، يعني لا تعرف هذا المصطلح مطلقا. مصطلح المصالحة ده غير ما يطلق عليه بين ما يسمى تصالح بين الدولة وبين جماعات الإرهاب السياسي. الحل الحزب بيأتي بيصب في خانة أن الدولة عازمة عزما أكيدا على المضي قدما نحو الديمقراطية بعيدا عن الإرهاب الأسود وبعيدا عن العودة لوجود جماعات إسلامية في الشارع، عن بعيد عن وجود جماعة لها وضع سياسي معين وتنظيمه إلى ذلك. قضاء القضاء كان حظر جماعة الإخوان، وتبع ذلك أمس بحل الحزب الذي انبثق عن تنظيم الإخوان. نحن إذن أمام إرادة حقيقية للدولة عن طريق مؤسستها. هناك قرار إداري من خارج الحكومة بحظر الجماعة، ثم كونها جماعة إرهابية، ثم قرار قضائي بحل الحزب. كل ذلك يؤدي إلى فكرة أن المجتمع وأيلولة ممتلكاتها إلى خزينة الدولة. طبعا نفس الأمر. يعني أنا عند النقطة دي يا أستاذ أحمد، على فكرة أصلا بعد الثورة وبعد ما دخلوا الانتخابات وبعد ما سمح لهذه النوعية من الأحزاب بطريقة غريبة جدا خارج إطار كل الدساتير المصرية أنها تشارك في الحياة السياسية المصرية، قدمت إلى اللجنة العليا للانتخابات السابقة والتي اعتمدت فوزهم في سواء في مجلس الشعب أو في مجلس الشورى أو حتى في الانتخابات الرئاسية باستغلالهم الدين في الترويج للدعاية الانتخابية، ولم يؤخذ بكل هذه يعني مش هذه الشكاوى التي قدمت. لماذا ترك لهم الأمر على هذا النحو على المستوى حتى العدلي والقضائي، ثم الآن ينحون جانبا؟ ألم يكن في استطاعة الجهاز القضائي أن يعاقبهم منذ البداية على استخدام يعني الدين في الأغراض السياسية؟ سؤال حضرتك وجيه، لكن أنا أحيل حضرتك للوضع السياسي المبثق بعد 25 يناير. نعم. يعني الجماعة استولت على السلطة بشكل أو بآخر. الأسباب، حيثيات الحكم الآن قد لم تكن تتوافر آنذاك بعد 25 يناير. يعني حيثيات الحكم في قراءتها أستاذ نبيل بتقول ان حزب استغل السلاح، استخدم السلاح، مقراته كان فيها سلاح يخص الوحده الوطنيه. بالظبط، يخص الوحده الوطنيه. اعتمد على ماده دستوريه ايضا تقريبا ماده 73 اللي هي عدم السماح باقامه احزاب على اساس عرقي او ديني او اي اسباب تؤدي الى تفكيك المجتمع، وهو ده كان موجود في الدساتير المصريه. ده كان موجود، لكن انا تكلم حركة مظبوط بالمناسبة، لكن الوضع السياسي كان ساعتها مهترئ ملتبس. لا مهترئ، الدولة ملتبس. لم تكن هناك يعني كان بقايا دولة، كان الوضع العام كان وضع سيء. يعني كنا نشوف في الأيام دي بعد يناير، يعني كان وضع، أنا في تقديري كان سيء، كان وضع السياسي كان أسوأ. حتى الوضع القانوني كان، يعني أنت بقيت تشوف مجرمين زي قاتل الرئيس السادات بيحضر. يعني انت كنت امام حاله، الناس كانت في حاله غليان. يعني بصراحه كانت الحاله دي، الناس كانت في حاله غليان. يعني بتسال ازاي وده نتيجه الى ما قالت اليه الامور يا استاذ نبيل بعد 30/6 طبعا الفادحه، ويعني الأخطاء التي لا مبرر لها غير الاستحواذ على السلطة وإخوانة الدولة زي ما حضرتك تفضلت يا أستاذ نبيل وذكرتها. خلينا ناخد سؤال غاية في الأهمية، ما بعد حل هذا الحزب؟ احنا داخلين على انتخابات برلمانية الاستحقاق الثالث بالنسبة لخريطة المستقبل. الحمد لله تم الاستفتاء على الدستور، الانتخابات الرئاسية وما نشهده. كيف ستكون الانتخابات البرلمانية المقبلة في ظل ما نشهده الآن على الساحة من هذا المسار الصحيح؟ ده سؤال مهم فعلا، خاصة أن الأحزاب ليها 20% وفي باب خلفي كبير للمستقلين 80%. سؤال الساعة فعلا. بس أنا قبل ما أجاوب على سؤال حضرتك عايز يعني أكون صريح شوية، أضيف للكلام للأستاذ أحمد ردا على السؤال بتاع حضرتك، إن فعلا اللجنة العليا للانتخابات في الانتخابات السابقة لم تؤدي واجبها.
صحيح. اقول لك ليه بصراحه؟ اتفضل. هي اعلنت ان الشعارات الدينيه محظوره، مظبوط؟ الشعارات الدينيه كانت في كل مكان، صحيح. اعلنت انه حظر استخدام دور العباده في الدعايه الانتخابيه، جميع دور العباده استخدمت في الدعايه الانتخابيه. الراجل الشهير بتاع اسكندريه، عارفين حضراتكم اسمه، كان اي حد يدخل الجبهه يقول له انتخاب محمد مرسي فريضه اسلاميه. ايه ده؟ هذا حدث التغاضي عن كل، هذا استخفاف بالدين واستغلال له في غير موضعي اطلاقا. نرجع للسؤال المهم. انا في تقديري هنا عايز ارجع للمؤتمر اللي عمله الرئيس السيسي مع الاعلاميين بالامس. نعم. اتكلم عن وحدة الصف. وقال شوفوا ما يجري في العالم العربي. نبص حوالينا نشوف ايه، ما احنا مش في جزيرة منعزلة. طب. هتجدي الصورة اللي انا كنت بتكلم عنها من لحظات. عملية كأنها غزوة همجية لتفكيك، لدرجة لتفكيك العالم العربي. ان في الشهور اللي فاتت دي الأخيرة وفي العام الماضي واللي قبله قتل مئات الألوف من العرب على أيدي من ينسبون أنفسهم إلى العرب. التنظيمات المختلفة، تم إجبار المسيحيين على الهجرة، صحيح، من الموس، ماشي. طلع عندنا بقى في سوريا جبهة النصرة، وبعدين داعش، وبعدين امتدت للعراق، وهم جايين اصلا من العراق. اي الدولة الاسلامية في العراق وبلاد الشام. تنظيم القاعدة. ليبيا موجود على حدودنا الغربية. تنظيم القاعدة، وكان بيعمل معسكرات تدريب ومخازن اسلحة على حدودك الغربية. اذا لما بيجي السيسي يقول نحن في حالة حرب لازم اقف عندها وما فوتش الكلام ده اعتباطا، ايه بقى واجباتنا احنا كقوى سياسيه واحزاب في ضوء هذا الوضع؟ ان في قوى شريره بتجتاح المنطقه لتدمير العالم العربي بحيث يتحول الى كيانات طائفيه مذهبيه هشه ضعيفه متناحره. طيب انا هستاذن حضرتك، احنا معانا صور الان واحنا بنتحدث طبعا عن الرئيس السيسي وتصريحاته بالامس. هذه صور حيه ننقلها على حضراتكم على الهواء مباشره، وصول الرئيس او صوره، عفوا مشاهدينا، صوره مسجله لوصول الرئيس عبد الفتاح السيسي الى المملكه العربيه السعودية يعني توطيد العلاقات الوطيدة التي بيننا وبين خادم الحرمين الشريفين. ونحن يعني نتحدث الآن أستاذ نبيل في هذا السياق، العلاقات العربية في ظل ما كويس جدا عليه. كويس فضل. جدا جت الصور. نعم. لأنها متصلة، صور مسجلة، عفوا هي مش على هواء مباشر، هي متصلة بالموضوع اللي أنا بتكلم فيه. شوف هقول لحضرتك حاجة، تصحيح بسيط. حضرتك كلمتي عن ان زياره ستركز او تهتم بالعلاقات العربيه، وهذا صحيح طبعا. نعم. ولكن ليس هذا هو القضيه، ليست هذه القضيه رقم واحد. القضيه رقم واحد هي كيفيه مواجهه الارهاب في العالم العربي، كيفيه حمايه الامن القومي العربي. هذه هي النقطه الاولى في جدول الاعمال المصري السعودي. نعم. ليه بقى؟ هقول لحضرتك حاجه، ملك السعودية قلق جدا مما يجري في العالم العربي زينا بالظبط، يمكن أكثر. الدليل أنه سعد الحريري الزعيم اللبناني راجع بيروت بعد غيبة ثلاث سنوات، لأن كان في خطر على حياته، محمل بمليار دولار دعم للجيش اللبناني بعد حكاية عرسال. عرفت حكاية عرسال؟ بلد لبناني على الحدود السورية اقتحمته داعش. يعني اذا داعش دي بتمتد من العراق لسوريا لبنان، وهي بعد شويه بقى مع السعوديه. بالظبط. فاذا في عندك هنا مشكله، خطر يهدد الامن القومي العربي. انا في تقديري لا توجد الان في المنطقه الا دولتين اساسيتين للتصدي لهذا الخطر، مصر والسعوديه. تنظيمات ارهابيه تداهم العالم العربي، تجتاحه، تدمر دول، تفكك جيوش،
قال له طب وبعدين؟ تتحدث عن مصر ودولة والسعودية. ستبقى دولة واحدة قوية في المنطقة اسمها إسرائيل. عند النقطة دي يعني أستاذ أحمد، ليه دايما تصرفاتنا هي تصرفات رد فعل؟ دايما الدول، في دولة في العالم مش مستهدفة، كل دول العالم مستهدفة، ولكن يعني هناك درجات من الاستهداف، يعني حتى الولايات المتحدة، حتى روسيا، روسيا عارفة أن أمريكا مستهدفها وأمريكا عارفة نفس الحكاية. إحنا طبعا في وضع خطر جدا، ولكن يعاب على دول المنطقة عموما وفي مقدمتها دول الصدارة أن كل تصرفاتها بتأتي كرد فعل لما يحدث. ليه ما عندناش أهداف طويلة الأجل، استراتيجيات طويلة الأجل من خلالها إحنا بنتحرك، وبالتالي أصلا أي حاجة بتيجي على الطرفين بنقدر نجنبها؟ ده نتيجة حضرتك أن إحنا الدول في الشرق الأوسط يعني ما بتشتغلش بطريقة صحيحة. بمعنى أنت ملف الإرهاب ده والجماعات الإسلامية عندك يعني منذ سنوات طويلة، يعني ليه 80 سنة لا توجد دولة قامت بدراسة هذه الحالة ونجحت في تفكيك هذه الحالة والتعامل معها بالتعامل الأمثل. يا إما تعامل أمني بحت، يا إما اندماج ومن ثم وثوب على السلطة وفساد زي ما حصل في مصر. يعني في مصر لم تتعامل مصر كما يجب مع حالة الإسلام السياسي. رئيس كاد أن ينهيها ثم جاء رئيس آخر وأعادها إلى الحياة، ثم رئيس آخر ما بين الحياة وما بين الوجود وعدم الوجود اللي هو الرئيس مبارك. حضرتك طرقت نقطة مهمة جدا، ده احنا مش بس كمان بنحاربها، ده احنا الدولة ساهمت في انتاجها على مدى زي ما حضرتك بتقول 80 سنة. اولا سابتها تنشأ في ظل ظروف مثلا احتلال انجليزي، خلينا نقول ان هو كان عايز يفكك المجتمع بطريقة معينة، تعاملت معه ثورة 23 يوليو على انه مثلا فصيل ساعد، بعد كده جميع الرؤساء اللي جم. هل احنا محتاجين نوعية جديدة من الحكم في مصر تعدد الحياة الديمقراطية وتغذي الأحزاب السياسية حتى تقضي على تلك الظاهرة التي ستظل موجودة طول ما في فراغ سياسي في كلام حضرتك مظبوط. القضاء على جماعات الإسلام السياسي والجماعات الإرهابية يكون عن طريقين لا ثلاثة لهم. الطريقة الأولى هي التنمية الحقيقية، أن يكون هناك تنمية حقيقية في هذه البلد، دي الخطة الحقيقية. على فكرة الرئيس عبد الناصر كاد أن ينهي على جماعة الإخوان المسلمين، كاد أن ينهي لولا أن الرئيس السادات أعطاها قبلة الحياة. يعني لحد ما توفى الرئيس تحالف معه طبعا، لولا أن الرئيس السادات تحالف معها وخرجها من السجون مرة أخرى، واللعبة الشهيرة التي لعبها كان يمكن أن يقضي. أن عبد الناصر كان عنده مشروع وطني، مشروع وطني نجح بنسبة كبيرة، كان عنده مشروع اقتصادي نجح بنسبة كبيرة، كل ده قضى على أفكار الإرهاب إلى أن جاء. يعني إذن الطريق الثاني هو طريق الديمقراطية، تقوية الأحزاب والمجتمع المدني، وفكرة فعلا أن تكون السلطة عن طريق المؤسسات في المجتمع. عن طريق ذلك تستطيع ان انت انك تقضي على هذه الظاهره. واعود لسؤال حضرتك الاول، ان انت في الحاله دي انت مش هتشتغل على رد الفعل. كل الدول، انا مستغرب يكاد يكون ان الدول العربيه يعني صحت منهم لقيت الجماعات الاسلام السياسيه. انا هاخد من حضرتك كلام الاستاذ نبيل، لان دي صحيح. يعني هو في حاجه مهمه جدا اكيد يا استاذ نبيل، الدول العربيه ما صحتش لقت هذه الجماعات موجوده. يمكن القول ان كان هناك هدنه او كان هناك اتفاقيات معينه، لان مش ممكن يعني زي ما احنا شفنا ما يحدث الان في العراق، ما يحدث في سوريا، ما حدث ايضا من خروج هذه الجماعه بهذا الشكل في مصر جماعه الاخوان. فهل كانت هناك يعني نوع من التوازنات بين الحكماء العرب وبين قبل ده الجماعات. قبل كلام اتفضل. قبل سؤالك هكمل الإجابة على سؤالك السابق لأن ما جاوبتش عليه. اتفضل. الأحزاب والقوى السياسية وواجبها في ضوء هذه الظروف. في مشهد يعني مؤسف موجود الآن، وهو ما أسماه السيد عمرو موسى التنافر السياسي والتشرذم الحزبي والحسابات الصغيرة والمناورات والرغبة في إقصاء طرف لطرف آخر. ده السبب في أنه توقف عن محاولاته توحيد الصفوف. ونرجع لكلام الرئيس السيسي تاني امبارح عن أهمية وحدة الصف الوطني.
واجب الأحزاب الآن بصراحة شديدة أن تشكل جبهة وطنية متحدة عريضة تشمل كل القوى المدنية، أي كل القوى المناصرة للدولة المدنية الديمقراطية الحديثة، كل القوى اللي عملت 30 يونيو، كل القوى التي تريد أن تقطف ثمار ثورتي 25 يناير 30 يونيو، كل القوى التي تريد استكمال المرحلة الاستحقاقات وسد الطريق أمام الفاشية الدينية أو الفاشية بتعبير أدق المتاجرة بالدين. مش بس كده، واجب يعني سد الطريق على أي حد عايز مصر تنحى طريق غير ديمقراطي. ما هو ده معنى فعلا ده احنا عايزين يعني الأحزاب دي ما تتصور حضرتك ان الفراغ مع الأسف الشديد تيجي تلاقي مثلا حزب يقول لك ايه لازم التحالف يبقى عليه اسمي هو مزايدات، حزب تاني يجي يقول لك ايه نفكر يعني رغم انه حزب طبعا يعني انا بأرجع هذا يعني نوايا طيبه لكن عدم خبره سياسيه، نفكر في دخول الانتخابات منفردين. طب ليه يا حبيبي منفردين؟ الاحزاب تقوى بالتحالفات. نعم انت بتتفق يعني، وخلي بالك بين الاحزاب المدنيه الحاليه مفيش خلافات جوهريه ولا جذريه، خلافات شخصيه بس. بالظبط شخصيه. يعني مفروض ان في نقاط مثلا 7-8 نقاط نتفق عليها، نشكل تحالف، نشكل ائتلاف، نشكل جبهه، هذا هو السبيل انك انت تعمل جبهة تاخد الاغلبية في البرلمان القادم وهي اللي تشكل حكومة حسب الدستور الجديد. نعم. نعم. وبالتالي تقدر تدعم السلطة الجديدة اللي قررت انها تعيد بناء هذا البلد. طب في ظل كلام حضرتك هما بيعملوش كده، طب الى اين سيتجه؟ ولا هيعملوا كده، ولا هيعملوا كده، ولا الى اين نتجه؟ ولا حضرتك لا لا انا معاك انا معاك بس لا يتحالف، بس خطوة انك انت تيأس. لا مش يأس والله يعني ايه، نحاول ونحاول. خلينا نسمع صوت الياس حضرتك. ده في القايمة اللي فيما يخص الاحزاب ده من رحمة ربنا اللي اتعملت مغلقة. ده لو اتعملت قيمة عادية، قيمة مفتوحة، قيمة مغلقة، القيمة مغلقة يعني يعني تنجح كلها يتسقط كلها. لكن لو قيمة مفتوحة بمعنى ان بتاخد الاول او الثاني او الثالث، كنت حضرتك هتشوف الحرب الشرسة على مين يتحط اسمه في الاول. ايوه زي ايام الايام اللي فاتت. لا انا في تقديري الحالة السياسية، الاحزاب السياسية بها عطب كبير نتيجة النزعة الشخصية اللي موجودة في كثير، انا مش هجمع مش 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 هعمم عشان التعميم خطأ، لكن في كثير من الاحزاب السياسية. طيب ده يدي المجال للسؤال اللي انا طرحته، ان تدخل هذه الجماعات المدرجة الآن إرهابية تحت مسميات أخرى بكيانات جديدة، وهذه هي الخطورة. أنا معك ولكن أنا مش متشائم من حاجة. نعم. هقول لك ليه. جماعة الإخوان وأمثالها يعني بشكل مختلف يتلونوا بشكل آخر. طيب. يعني مش لازم تكون الرموز. هي ليها تدريجات. نعم. في أعضاء وفي محبين وفي مريدين وفي بيبصوا بعيد. هطمنك من هنا فكرة الانتخابات الفردية. ليه؟ الانتخابات الفردية معناها الدوائر الانتخابية صغيرة مش زي في نظام القائمة. ما هو كل نظام القائمة لها مزايا ولها عيوبها، والفرد ايضا له مزايا وعيوب. لكن انا عايز هنا اقف عند مزايا الفرد في الناحية دي اللي حضرتك بتتكلم عنها وبتثيرها الان. انا في الدائرة الصغيرة بقى عارف كل واحد جاي منين ورايح فين، تاريخه، مواقفه، عيلته، توجهاته. يصعب على شخص ما او مرشح ما ان يتنكر او يلبس توب بشتوبه، صعب. اسهل في نظام القايم. ليه بقى في نظام القايم بيحصل ايه؟ يجي رئيس الحزب يعمل قايم يحط نمره واحد شخصيه شعبيه محبوبه، نمره اثنين وثلاثه اشخاص مجهولين، يتسللوا الى البرلمان تحت غطاء نمره واحد او على حس نمره واحد. ده مش هيحصل عشان كده بطبق. نمرة اتنين، احنا كلنا اظن احنا كلنا متفقين على ان الوعي السياسي في مصر في السنين الاخيرة بلغ الزيرو، مش هيعرفوا يضحكوا يعني على المصريين. مش هنلاقي الموضوع ده تاني مرة اخرى. لا لا لا. وانا بقول لك لان انا تجولت في المحافظات يمكن حوالي 12 محافظة بمناسبة الاستفتاء الدستور ومناسبة انتخابات الرئاسة، وشفت الناس العاديين.
اللي احيانا المتحدثين هنا في بعض القنوات التلفزيونيه مش حاسين بيهم، هم رافضين الاخوان، نبذوهم، كرهوهم، عزلوهم، وخاصه بعد ما بداوا يرتكبوا العمليات الارهابيه. طب انا عاوز اقول لك حاجه، يعني مش بس حتى بوجهها ضد الجيش والشرطه، هو العمال اللي جايين من جايين اجازه من العريش ما دول مواطنين عليهم ومتر الانفاق سواء التاكسي بتاع المنصوره قبل ان محطات الكهرباء استاذ احمد قبل ان يداهمنا الوقت في نفس يعني الى متى يعني لا يمكن ان نعول على الاحزاب المصريه التي خيبت امال يعني كثير منا او الشعب المصري المدنية. انا شخصيا اعول على المقاعد الفرديه انها تنتج وتثمر يعني حزمه من الشخصيات السياسيه الوطنيه الحقيقيه اللي هو ابن الدائره الحقيقي اللي هو اللي هو مش عايزين نقول هم مش هيكونوا حزبيين بالمناسبه. انا قرات الانتخابات اللي جايه والدستور بيتكلم عن اغلبيه برلمانيه قويه. لا مش هيكون مش هيكون في اغلبيه على فكره بالمناسبه، هيبقى برلمان مش هيكون في اغلبيه خالص ولا حتى جوه ولا حتى يتعمل تحالف جوه. انا واثق من ده، من زي ما واثق ان مفيش تحالف. طب هيقودنا لايه على الصعيد السياسي؟ لا هو هيبقى البرلمان هيبقى يعني تقدر الطبع الفردي حتى بيغلب عليه حتى من الداخل، مش هتلاقي 40 نائب في كتله واحده، مش هتلاقي ده. نتيجه ان الناخب النائب سيكون ابن دائره طبيعي جدا مش منتمي سياسي. على فكره الناس ما عندهاش هوى الاحزاب السياسيه لان هي شايفه احزاب سياسيه متجزمه، ما فيش برنامج حقيقي، ما فيش يعني كانت الاحزاب بتطلب الحريه وما الى ذلك. احنا ما شفناش حزب حقيقي تفاعل مع الشارع بشكل حقيقي. لا يعني مش بس كده، ما شفناش حزب قاد الشارع. لا يعني لا ما فيش حتى يعني الرئيس السيسي على سبيل المثال لم يخرج من الحزب، يعني كواحد من الناس بزعيم بس على سبيل المثال لم يخرج من، بالعكس انا بقول لحضرتك عوده للقوى التقليديه في المجتمع ده البرلمان. يعني الوطني ممكن يرجع منه اعداد نواب كبيره. لا انا هقول لك اصل الوطني، انا الوطني ده كان ايه؟ الوطني ده كان الوطني كان عائلات واسر كبيره في المجتمع بتنتمي الى الحزب الوطني بحكم السلطه، لكن مش هتلاقي انت احمد الخطيب اللي هو النائب الشهير في الحزب الوطني، هتلاقي محمد الخطيب من نفس طيب العائله اللي هم عندهم. انا عايز اكمل لك بس نقطه مهمه جدا، مش هنلاقي الاسلام السياسي غير صحيح، هنلاقي النواب من الاخوان المسلمين، ولا حتى حزب النور هينجح نجاح. حزب النور لو نجح له 10 افراد بالمناسبه، حزب النور هو التالي لو يعني بالنسبه للحكم القضائي ده لازم. أنا في ظني وتقديري لازم كل أحزاب الإسلام السياسي تتحل، لازم حكم الحرية والعدالة ده يطبق وينسحب على كل الوسط. مصر القوية مصر قوية، حزب ديني غير صحيح إن مصر قوية ده. يعني حضرتك شايف إن الأحزاب دي هي التالية في الأحكام، الوسط والبناء والتنمية ومش عارف والوطن كل الأحزاب دي أحزاب دينية يجب أن ينسحب عليها الحكم القضائي لحل حزب الحريه والعداله. حضرتك كنت عايز تقول حاجه مهمه قبل ما ناخد تعليق. انا بقول ان الانتخابات القادمه لن نرى نواب في البرلمان من الاخوان المسلمين غير صحيح، لن نرى نواب من التيارات السلفيه غير صحيح، لن نرى النواب الاسلاميين في البرلمان القادم، نتيجه ان الوعي زايد عند الشعب زي ما تفضل الاستاذ نبيل وقال الشعب راى منهم في السنه الماضيه ما لم يروه او يسمعوا عنه طوال 80 عام. ناخد تعليق اخير باستاذ نبيل فيما يخص تلك المسألة، ليس فقط حزب الحرية والعدالة ولكن باقي الأحزاب ذو المرجعية. باقي الأحزاب قدامها أمرين، إما أن تكيف أوضاعها وفقا للدستور اللي بيحظر تأسيس أحزاب على أساس ديني، أو أي محامي مبتدئ يستطيع أن يستصدر حكم من المحكمة بحل هذا الحزب لأنه يتناقض مع الدستور. لكن في ملاحظة أخيرة عايز أقولها بمناسبة الكلام الأخير اللي أنتوا قلتوه، أنا رأيي إنه ما زالت المحاولات مستمرة، لأن خلي بالك الانتخابات البرلمانية متوقعة إنها ما تكونش قبل نوفمبر. ففي وقت لكي تأتلف وتتحالف الأحزاب، يعني عشان كده أنا قلت للأستاذ أحمد ما نيأس. لازم نحاول.
ونفرض عليهم والظروف هتفرض، انا توقعاتي، لانه القاعده هنا عندنا هي تقول ايه نص القاعده العامه السياسيه؟ لا ديمقراطيه بلا تعدديه ولا تعدديه بدون احزاب سياسيه. فاذا مش هنقدر نسيطر على الاحزاب، ولكن ما فيش حاجه اسمها حزب الرئيس. ناس من اللي ياهم عايزين ايه كانوا يحشروا او يطرحوا الفكره، هو ضدها الحمد لله. وزي ما حضرتك قلت وحده الصف، يعني هذه في تلك المرحله الرئيس عبد الفتاح السيسي في لقائه مع اللفيف من الاعلاميين بالامس قال بالحرف الواحد قطع الوحده، الوحده الصف لو قطع بفكره ان هناك لا احد يتحدث باسمه. لا حزب لا جماعه لا اصل حزب الرئيس معناها اعلان وفاه التعدديه. حتى لما حد بيقول له استاذ نبيل بيقول له انت لازم يبقى عندك ظهير سياسي وما الى ذلك، قال لا الناس قالوا له ده البرلمان القادم ده لو تشاء لو جه وناوي الرئيس وما الى ذلك بيخوفوه من ده، فقال لهم هلجأ للناس هلجأ للشعب. ده كلام ديمقراطي وسليم ويدل على الثقه بالناس. الظهير الشعبي الحقيقي هو الشارع وليس بالضروره كوتا سياسيه او حزب سياسي او ما الى ذلك. من ان يكون في رئيس قوي وامامه ايضا برلمان قوي قوي، وزي ما قضى الدكتور المصري الاثنين بيتنافسوا لمصلحه الشعب. لكن الحديث جميل وكان رائع وناقشنا فيها نقاط مهمه، ولكن ازف الوقت لا يسعنا غير شكر الاستاذ نبيل زكي الكاتب الصحفي والمتحدث باسم حزب التجمع. الشكر موصول ايضا للاستاذ احمد الخطيب الكاتب الصحفي ونائب تحرير جريده الوطن. شكرا جزيلا. انا بشكركم ومشاهدينا الكرام في كل مكان. وصلنا الان الى ختام هذه الحلقه من البرنامج الحواري اليومي من القاهره والذي ياتيكم كل يوم على شاشه نيل الاخبار على راس الساعه القادمه. القاكم مره اخرى في خدمات اخباريه جديده. كونوا معنا ولكم تحيات كل فريق العمل. شكرا لك دينا، شكرا لكم مشاهدينا، وإلى اللقاء.